طيب، صباح الخير، كيفكم؟ بليز افتحوا الكويك بوكس. وين وصلنا المحاضرة الماضية؟ أظن أشي آخر إشي عملناه إنه to assign expense account to vendor. أشوف رقم السلايد. Okay. آخر شي عملناه اللي هو سلايد 57. Okay. Let me share my screen with you. خليني أرجع أذكركم شو عملنا آخر محاضرة، آخر transaction عملناه، لأنه related لشو رح نكمل هلأ. هلأ إحنا حكينا إنه إذا أنت مثلا في vendor عندك معين دائما بتشتري منه specific thing، يعني مثلا إذا أنا بشتري من مكتبة الشلاتي دائما أنا رح أحط أي إشي بشتريهم منهم على حساب الأوفيس سبلايز. مثلا انا I could go to the vendor name اللي اسمه شالاتي وافوت عليه و to assign حساب الاوفيس سبلايز لهذا الفندر. لو انا بحكي عن شركة الكهرباء الأردنية دائما انا راح ادفع لهم فواتير كهرباء، فراح يكون حساب الاكسبنس اللي مرتبط بهذا الفندر اللي هو الالكتريسيتي اكسبنس. فبقدر انا اروح على الفندر. برجع بذكركم شو عملنا المرة الماضية، رحت انا على الفندرز بتاع الفندر سنتر، كان عندي ماموث باور عادي، بفوت عليها من ضمن المعلومات غير الادرس والبيمنت سيتنج اللي احنا متعودين دائما عليهم. كان في عندي هون شيء اسمه اكاونت سيتنج، رحنا احنا حطينا انه الديفولت اكاونت اللي راح يكون مرتبط مع هذا الفندر اللي هو حساب الغاز اند الكتريك، لانه هاي شركه باور انا دائما بدفع لهم فواتير كهرباء وغاز. اوكي، فبس هذا اللي عملناه المحاضرة الماضية، آخر ترانزاكشن. خليني هلأ أشوف كيف هذا الإشي راح يصير يفرق معي. لاحظوا هلأ لو أنا رحت على شاشة انتربل، فوتوا عليها. اوكي، وإذا أنت حطيت ماموث باور بالفندر، اوكي، لاحظ كيف انه عند الاكسبنس طلع معي حساب gas and electric، يعني صار هو يطلع باي ديفولت انه انت بدك لما تدفع لهاي الشركه او لما انت بدك تعمل فاتوره لهاي الشركه فعليا راح يكون الاكسبنس هو مصروف كهرباء وغاز. هلا طبعا اذا انت لسبب او لاخر هاي الشركه عملوا سيرفيس جديده شو ما كان، انت صار عندك اشي مختلف، هاي المره دفعت لهم اشي تاني عادي، انا بقدر بكل سهوله افوت واغير الحساب، مش انه خلص يعني ما بقدر اغيره. لكن للتسهيل انه احنا بنقدر نربط حساب الاكسبنس مع فندر معين. هلا خلينا نتعلم كيف احنا نعمل ميمورايزد ترانزاكشن. ايش يعني ميمورايزد ترانزاكشن؟ يعني احنا مع هذا الحكي كمان بدنا نتعلم كيف نعمل ميمورايزد ترانزاكشن. يعني انا اصلا كل شهر مثلا لازم اعمل فاتوره، ادفع فاتوره الكهرباء لشركه الكهرباء. اوكي، ما في داعي انا كل شهر اروح افوت اعمل انتربل ادخل بنفس هاي التفاصيل. بقدر انا اعمل ميمورايز للترانزاكشن، مش شرط اخزن القيمه. هلا اذا القيمه معروفه زي مثلا قسط البنك معروف انه كل شهر راح ادفع 500 دينار، يس انا بقدر احط القيمه.
لكن حتى لو القيمة متغيرة بقدر أنا أخزن الترانزاكشن بتفاصيله، ما عدا إني أترك القيمة فاضية وبنهاية كل شهر أروح أعدل القيمة. هلا إحنا هذا اللي بدنا نعمله، بدنا وهاي الشاشة مفتوحة عندكم اللي هي انتربل، بدنا نروح نعمل ميمورايز لهذا الترانزاكشن. لكن خليني أول إشي أتأكد من الديت، 21/1، عدلوا لي التاريخ بليز. واحد 2015. أوكي بعد ما هي الشاشة عندكم هيك، كيف تعمل ميمورايز لهذا الترانزاكشن؟ ايش يعني ميمورايز؟ يعني انا بدي بنهاية كل شهر تطلع عندي بل لشركة الكهرباء، بروح هون في كبسة فوق اسمها ميمورايز، اوكي هون وانت فاتح على المين منيو في عندك كبسة اسمها ميمورايز، كليك اون ات تفتح عندك هاي الشاشة. هلا هاي الشاشة بتقدر انت تحدد فيها how often انت بدك هاد الترانزاكشن انه يصير، بدك انك تحطه بالريمايندر ليست ولا ما تحطه، تحدد امتى النكست ديت اللي راح يبلش فيه هذا الريكرينج ترانزاكشن، انت بتحدد. طبعا انت مش بس البل بتقدر تعملها هيك، انت البل البيمنت رايت تشيك الجورنال، يعني احنا لما كنا نشتغل كنا مثلا بنهاية كل شهر نسجل قسط البنك بموجب جورنال انتري، ونسجل مثلا الديبريشيشن، كنا الديبريشيشن نعمله مونثلي، اوكي فكنا اوريدي عاملين ميمورايز لهاي الجورنال انتريز، يعني ما كنا احنا هاي بس نشيك عليهم كل اخر شهر، لكن احنا عاملينهم ميمورايز، ما كنا احنا نروح نسجلهم كل اخر شهر من اول وجديد. فانت يكون ميمورايز موست ترانزاكشنز يعني على الكويك بوكس، بس انت شرط انك انت تروح تفتح السكرين اللي انت بدك تعملها ميمورايز، سواء كانت بيل او جورنال او وات ايفر، وبعدين تو كليك ميمورايز. اوكي هلا بده يعني تو سيت هاي الترانزاكشن، خليها على هلا هو حاطها على اد تو ماي ميمورايز تو ماي ريمايندر ليست، بده يعني to click automate transaction entry انه هذا رح يصير automated entry، وبدي البيمنت. هلا انا بقدر احدد how often، يعني انا مثلا بدي اياها monthly daily weekly every 2 weeks حسب. احنا رح ندفع فاتورة الكهرباء بنهاية كل شهر، فعشان هيك رح نحطها monthly. هلا النكست ديت حطه 25/1/2015، يعني رح تبلش عندي أول وحدة ب 25/1/2015، أوكي رح تصير تتكرر ب 25 من كل شهر. أوكي أعمل لي أوكي. أوكي بليز ما تسيبوا البيل، اصلا البيل ما راح تسيب عندكم لانها قيمتها زيرو، ما تسيبوا البيل هلا بعد ما احنا عملنا ميمورايز للترانزاكشن. اعمل كلير مثلا او سكرها فوق، بيجي بيسالك do you want to save it، قول له نو اوكي ما تسيبوا البيل. وخلينا نروح نشوف كيف الترانزاكشن صار مخزن عندنا. كيف بنروح بنشوف الميمورايز ترانزاكشن موجودة عندنا بالشركة؟ حكيت لك أي ليست، أي ليست موجودة عندك بالشركة دائما بتلاقيها هون ليست. بدي أروح على الميمورايز ترانزاكشن ليست، والشورت كات إلها كنترول تي، أعمل كليك عليها من ليست. ما في عندي إلا هذا الترانزاكشن لأنه هذا الوحيد اللي إحنا سيبناه، هذا الوحيد اللي إحنا سيبناه. هلا هاد الترانزاكشن اللي هو لماموث باور، التايب تبعيته بل، الاكونت بتسجل على الاكونت بيبل لانه هدول انا بندر بسجل عليهم، بسجل انه انا بدهم مني مصاري، وبعدين ليتر اون بس بدي ادفع لهم بعمل بيبل.
هلا اذا انا بدي اسجل اي ترانزاكشن مسيب عندي بالميمورايزد ليست، بروح على هون اخر خيار شيء اسمه انتر ترانزاكشن. بس اذا انت عندك اكثر من ترانزاكشن، ميك شور انه يو كليك على الرايت وان. يعني اذا انت عندك مور ذان وان ترانزاكشن، ميمورايزد ترانزاكشن مسيب هون، ميك شور انك اول شيء عامل كليك وحده على الترانزاكشن اللي انت بدك تسجله، بعدين بتروح على انتر ترانزاكشن تحت. اوكي، بدي اعمل انتر ترانزاكشن، شو بيعمل لي؟ بفتح لي الفاتوره اللي اوريدي مسيب عندي، حاط لي الديت اللي انا حددت له اياه اللي هو كان اول ديت. المره الجاي لما انا اجي افتح باخر شهر 2 راح يكون 25/2، اوكي، بعدين 25/3 شهر 3 والى اخره. اوكي، معلومات الحساب موجودة عندي، اسم الفندر موجود عندي، التاريخ موجود عندي، إذا في عندي كريدت تيرمز كانت بتكون مسيبة كمان عندي. بضل علي بس أدخل الريفرنس نمبر تعرف الفاتورة حسب أنا لما استلمتها، دخلوها 3510 1023. أوكي، وأدخل الفاتورة لأني أنا ما كنت أعرف قد إيه قيمة فاتورة الكهرباء لحد ما استلمتها، عشان هيك أنا ما كنت محدد لها قيمة. برجع بأكد عليك، إذا أنت عم بتسجل تعمل ميمورايز للترانزاكشن انت بتعرف قيمته، كان من الاساس بتكون حاطط قيمته. يعني زي اذا قسط بنك وثابت عندك كل شهر، انت بامكانك تكون محدده. هلا سينس انه فاتوره الكهرباء متغيره حسب الاستخدام تبعي، فانا راح اصير كل ما بدي كل اخر شهر اروح بس ادخل القيمه اللي وصلتني. اعملها $359 لهذا الشهر، إذا أوكي اعمل سيف اند كلوز. أوكي، طبعا أنا بس بأكد عليكم بالريال لايف ما بصير تتركوا الميمو فاضية. أوكي، يعني لازم تحكي لي إنه this is the electricity bill for the month of January، عشان لما أنا آجي أفتح على الحساب ألاقي الميمو جنبه. أوكي، يعني هون وهون، هاي الميمو بتخص الأكاونت بيبل لأنها هاي متعلقة بالفندر، هاي الميمو رح تخص الاكسبنس. فانت لو تركت واحدة منهم فاضية رح تطلع، يعني اذا تركت هاي فاضية رح تطلع عند الاكاونت بيبل لكن مش رح تطلع بحساب الاكسبنس، واذا عبيت هاي وتركت هاي بتطلعش بالاكاونت بيبل. فميك شور دائما انك تكون معبي التو ميموز، وميك شور انك تكتب كلير جاستيفيكيشن انه electricity bill for January 2020 2015. هون اوكي، يعني دائما انتبهوا لموضوع الميموز، احنا مش كتير بنركز عليه بالمحاضرة، بس بالريال لايف بليز بالحياة العملية انتبهوا لموضوع الميموز. اوكي، اعملوا سيف اند كلوز، هيك بتكون انا الترانزاكشن. لاحظ ما تغير على القيمة هون، ضلت زيرو انا، لكن سجلت عندي البيل 359. هلا الشهر الجاي لما يجي شهر 2، هاي لاحظ كيف صارت، The next date is 25 of February. لما تيجي المرة الجاي رح أرجع أعمل نفس الإشي، أفوت على الترانزاكشن أسجلها بقيمة بيوم 25/2، أحط القيمة ورقم الفاتورة حسب كيف إجتني. أوكي، سكروا لي الميمورايزد ليست وخلينا نروح نعمل تقرير بالأنبيد بيلز ديتيلز ريبورت. كيف بطلع هذا التقرير؟ روحوا لي على ريبورت، روحوا لي على ريبورت بندر اند بيبلز. اوكي، في عندي اشي اسمه unpaid bills details. اوكي، من برجع بعيد من ريبورت بندرز اند بيبلز unpaid bills details. طبعا احنا already عاملين هذا التقرير قبل بتذكر، وكمان احنا already عاملين memorized report، بس احنا نتعلم اشي جديد هلا اللي هو how to comment على التقارير. لحظة، الو الو الو، اسمعي انا محاضرة، باي. طيب
فتحته على التقرير. هلا خلينا نعدل الديت لهذا التقرير، حطوا لي اياه ب 25/1/2015. اوكي، طبعا هذا التقرير برجع بذكركم بيحتوي على كل الفواتير اللي مش مدفوعة. ايش انا عندي فواتير لحد هلا مش مدفوعة عندي، من اسمه unpaid bills details. اوكي، يعني مثلا هاي اخر فاتورة عندي مسجلة كانت ب 10/1/2015، في هاي فاتورة سييرا اللي سجلناها، لا هذا الاوبننج بالانس، هاي اخر فاتورة سجلناها، هيها اللي هي تبعت ماموث باور اللي سجلناها قبل شوي ب 25/1. احنا فقط سجلنا بيل لكن احنا ما دفعناها، ما عملنا بيبل، عشان هيك هيها لسه موجودة عندي كمان، هي 359. طبعا هم they are categorized حسب الفندر نيمز، ومرتبين طبعا الفندرز حسب الأحرف، عشان هيك ماموث باور مش طالع آخر إشي، فمرتبين هم حسب الأحرف. اوكي طيب، هلا هذا التقرير اللي طالع عندي بدي اعمل له شويه كاستمايزيشن، بعدين بدي اعمل له ميمورايز، بعدين بدي اعمل عليه كومنتس. الاشي الجديد اللي بدنا نتعلمه اليوم، انتم مش تعلمينه قبل، انه هاو تو دو كومنتس على التقرير. اوكي، لكن نعمل له ميمورايز اول ونعمل له كاستمايز. خلينا نعمل كاستمايز زي ما هو بده. هلا الرينج من 25/1 ل 25/1، الترمز، الكولومز اللي عندي بده ياني until use terms، بدنا نضيف الترمز. طبعا كل هدول اللي موجودين عندك الايتمز انت بتقدر انه تضيف لهم كولوم جديد بهاي التيرمز. اوكي، يعني اي كولوم انا حابة اضيفه على التقرير بقدر اضيفه من هاي الليست، بس بعمل عليه كليك. اي واحد انا حاب اشيله بقدر اشيله باني اشيل، يعني مثلا انا اذا ما بدي الديو ديت انا بقدر اشيل عنها التك، بس احنا خليها. اوكي، بس ضفت انا التيرمز وراح اعمل اوكي. لاحظ كيف بتصير الترمز ظاهرة عندي، هيها ظهرت عندي كعمود جديد اللي هو الترمز. هلأ إذا بدي أعمل ميمورايز لهذا التقرير، مين بذكرني كيف بعمل ميمورايز؟ في حدا متذكر كيف بعمل ميمورايز؟ دكتورة اف بي سي اكس هو لحاله بيطلع لك يعملي اوكي. طيب بس بدون ما نعمل اكس، كيف هاي بعمل ميمورايز؟ ميمورايز اللي فوق بالضبط. اوكي، هاي ميمورايز. طبعا هذا التقرير بدي اسميه مثلا شو اظن حاكي لي اسميه unpaid bills with terms، احنا بس ضفنا عليه terms، هاي كانت اهم اضافه عندي with terms. اوكي، هلا بقى انا قلت اذا بتتذكروا قلت لكم تقدر تحطوه ضمن كاتيجوري معينه، لكن احنا خلينا على انه بدون كاتيجوري معينه، بس احكي لي انه اسمه unpaid bills unpaid bills with terms واعمل لي اوكي. اوكي، بكون سيب عندي. كيف بروح هلأ بشوفه إذا أنا بدي أسكر هذا التقرير وبدي أرد أفتح عليه؟ مين يذكرني كيف بفتح على الميمورايزد ريبورت؟ ريبورتس، ميمورايزد ريبورتس. أوكي، رحت على ريبورتس ميمورايزد ريبورتس، وهذا التقرير اذا متذكرين احنا كنا اوريدي مسربين هذا الانفنتوري فالويشن سمري، هلا احنا كمان سيبنا الانبيد بيلز ديتيلز وذ تيرمز، بس بعمل كليك عليها بصير يفتح لي التقرير وطالع عندي التيرمز. هلا انتم هاي الخطوات اوريدي بتعرفوها لانه احنا عملنا ميمورايز لتقرير قبل هيك. انا مش هذا اللي بدي اعلمك اياه هلا، هلا انا بدي اعلمك إذا أنت حابب تعمل كومنت على التقرير، يعني افرض هذا التقرير أنت بدك تسلمه لمديرك، أنت حابب تعمل له عليه كومنت، يعني تقفل الباب عليه قبل ما يجي يحكي لك ليش هاي مدفوعة وليش هاي مش مدفوعة وليش هاي متأخرة، بدك تقول له والله إحنا عندنا مشاكل مع الفندر، وعدنا بديسكاونت وما مش راضي يعطينا إياه، البضاعة طلع فيها مشكلة، يعني بدك تشرح له ليش في عندك فواتير معلقة مثلا بس وعليها مشاكل لسه أنت مش دافعها.
بدل ما تعطيه التقرير هيك خام، انت بتقدر تحط له عليه كومنتس، تقدر تحط له عليه كومنتس. طبعا انا بقدر اعدل على اكتب كومنتس على التقرير من هاي شيء اسمه كومنت ان ريبورت، كومنت ان ريبورت. هلا انت بدك تكون فاتح التقرير طبعا اللي انت بدك تعمل عليه كومنت، بعدين يكليك على موضوع كومنت ان ريبورت. اوكي، لاحظ كيف تغيرت عندك الشاشه، مجرد ما عملت كومنت ان ريبورت صار جنب كل مبلغ وكل معلومه في عندي مربع صغير. اوكي، هذا انا بقدر اعمل عليه كومنت، بقدر اعمل عليه كومنت. هلا خليني اشوف هو عند اي وحده حابب انه اعمل كومنت. فور كلوث كوربوريشن بده ياني عندي التيرمز هيها جنبها، اروح احط كومنت. كيف انا بعمل، شو بعمل؟ بروح بعمل كليك على الكومنت اللي انا بدي اياه. طبعا هون مش رح يكتب لي الكومنت بالمربع الصغير، هون رح يحط لي رقم زي كيف انتم بتعملوا ريفرنسينج على الوورد 1 2 3 وبتكون الكومنت ظاهره باخر الصفحه، نفس الشيء بالتقرير. فبرجع بورجيكم انا شو عملت، رح اكنسلها. انا بدي احط عندي التيرمز هون، فمجرد ما عملت كليك عليها اعطاني انها هاي كومنت رقم 1، وهون انا بدخل الكومنت اللي بدي اياه. اوكي، خليني اشوف شو بدي يعني اكتب. بدي يعني احط paid spell. طبعا هو هاي paid spell، هو هاي مش كاتبها للمدير طبعا، هو يا كاتبها لحاله يا انه اللي اذا انه اللي عامل التقرير موظف غير اللي مسؤول عن دفع الفواتير، فهو كاتبها للموظف اللي بدفع الفواتير. اوكي، لكن اذا انت مثلا حاطط لمديرك بدك تكتب له انه this bill is due but we postpone it because we have problem with the merchandise received، ممكن تكتب له هيك حسب شو انت بدك تكتب. فهو كتب this bill سواء لنفسه او للموظف اللي بدفع الفواتير. اعمل سيف. اوكي، خلاص صارت مسيبة عندي، رقمها 1، بروح بطلع رقم 1 مكتوب جنبها ببل. اوكي، خلينا اظن بدي يعني اعمل كمان كومنت، بعدين رح نشوف كيف بيظهروا الكومنت. بدي يعني to repeat for snow stuff enter comment for credit use this credit. اوكي، خلينا نعمل كمان كومنت عند snow stuff، مش كتير يعني لانها هي العملية نفسها. انزلوا لي على snow stuff. اوكي، هلا سنو ستاف اذا تتذكروا كان عندهم كريدت، ف وحسب وين انت حابب تحطه. ممكن احطها هون. اوكي، بدي يعني اكتب يوز ذس كريدت. اوكي، اعمل لي سيف. خلاص مش رح اضلني اكتب كومنتس، نفس الفكره يعني اي مكان انت حابب تحط عليه كومنت زي ما تعلمنا بنفس الطريقه. اوكي، طبعا تقدر تحط كومنت قد ما بدك، رح يطول معك التقرير كتير حسب حجم الكومنت، فعشان هيك ميك شور انك تكون الكومنت مختصره وستريت تو ذا بوينت، ما في داعي تكتب انه زي كانك بتكتب فورمال ايميل او تكتب قصيده، بس انه حط التقارير زي ما انت بدك اياها. طبعا هلا احنا اذا بدنا نشوف كيف شكل التقرير خلينا نسيبه مثلا. سيف. اوكي، with comments رح اسميه. بقدر هلا الاقي بالcommented report، بقدر كان اطبعه كمان. اوكي، بقدر كان اطبعه مباشره او اعمل save as pdf. هلا خليني اورجيكم انا اذا سيفته كpdf كيف رح يصير معي. مش شرط انتم تسيفوه طبعا اذا ما بدكم، بس انا راح اورجيكم. هي انا سيفته زي ما احنا متعودين نعمل سيف از بي دي اف، جست هيك كليك على برنت واعمل سيف از بي دي اف زي ما كنتوا تسيفوا التقارير زي ما عملتوا بالكويز. راح اورجيكم كيف انا هلا صار عندي مسيف على الديسكتوب عندي. هيو، لا والله ما اظن انه هذا. لاحظوا كيف التقرير صار طالع عندي، هي حاكي لي انه في عندي كومنت نمبر 1 وعندي كومنت نمبر 2. وين بلاقي الكومنت؟ باخر التقرير. هي لاحظين هاي كومنت نمبر 1 pay the bill،
comment number 2 use this credit, وحسب كم من comment بكون عندي. يعني بكون فقط التقرير زي ما هو، لكن بصير في عندي أرقام الكومنت ظاهرة جنب وين أنا حطيتهم، وآخر التقرير بيظهروا عندي الكومنت. يعني أنا لو طلبت منك تعمل كومنت على ريبورت معينة وطلبت منك بعدين تسيب لي as PDF، عادي بتسيبه بنفس الطريقة زي ما ورجيتك. أوكي، حدا عنده سؤال على هذا يا شباب؟ سكروا لي هذا التقرير هلأ. خلينا نروح نعمل pay bills، بدنا ندفع الفواتير اللي علينا، وهاي الفواتير في عليها discount، فبدنا نراعي هاي النقطة. okay. كيف بدفع الفواتير؟ بدي أروح على شاشة pay bills. okay. اللي هي هيها. اوكي، هلا كل الفواتير ظاهرة عندي. هلا انا ما بدي ادفع كل الفواتير، بدنا ندفع فاتورة كلود كوربوريشن، هي موجودة تحت، عادي اخر واحدة. اوكي، طيب هلا كلود كوربوريشن بلاحظ انه التيرمز تبعيتهم كانت 2% اذا دفعوا within 10 days، اذا دفعوا اذا دفعنا سوري within 10 days. اوكي، هلا احنا تاريخ الدفع اللي بدنا ندفع فيه خلينا نسجله. ايش طلب مني احطه؟ لسه ما حكى لي ايش التاريخ. اوكي، تاريخ الدفع اللي هو بين عندي تحت اللي هو 25/1. احنا هاي الفاتوره كانت ديو اصلا لسه ب 18/2، لكن احنا هاي الفاتوره بقدر اخذ عليها ديسكاونت لحد 29/1، هاي الديسكاونت ديت. اوكي، هلا بما اني انا راح ادفع ب 25/1 معناته انا دفعت within the discount. طبعا بليز دياك تميز هون انه هاي فاتوره عليك، الديسكاونت هاد لصالحك، مش زي الديسكاونت اللي احنا تعلمناه تبع الكاستمرز اللي هو لما يجي الكاستمر يدفع لي ويكون الكاستمر دفع ودن الديسكاونت. هذاك الديسكاونت انا بعطيه للكاستمر، يعني بخلي الكاستمر يدفع اقل بسجله على حساب السيلز ديسكاونت، لانه انا خفضت قيمه البيعه اللي راح تندفع لي، فبسجله على السيلز ديسكاونت اللي هو كونترا سيلز، كونترا سيلز. هون انا قاعده، احنا هلا هذاك الحكي كان بشابتر 5، احنا بشابتر 6 قاعدين نتعامل مع فيندرز. الفيندرز يعني مصاريفي انا كشركه، فانا فعليا لما ادفع ودن الديسكاونت انا اللي قاعده باخذ خصم كشركه. اوكي، انا اللي قاعده باخذ خصم، فانا اللي قاعده بستفيد. اذا انا مشتريه من كلود كوربوريشن، مشتريه منهم بضاعه ويعطوني عليها ديسكاونت لاني دفعت قبل، فزي كاني خفضت من قيمه البضاعه. اذا انا مشتري اوفيس سبلايز ودفعت بالديسكاونت بيريد واعطوني خصم، زي كانه هاي السبلايز طلعت علي ارخص، فانا فعليا اللي مستفيده من هذا الخصم. فبدي اياك تنتبه لهاي النقطه، انه بيفرق عن الديسكاونت اللي عملناه بشابتر 5، هذاك انت كنت بتعطيه لا الكاستمر، مش زي ما انت هلا انت اللي راح تستفيد من الديسكاونت. اوكي، طيب هلا هدول كلوز كوربوريشن بما اني انا دافعه within الديسكاونت بيريد، فانا راح استحق خصم، راح استحق خصم. هذا الخصم حسب ما هو معطيني اياه السيستم suggested discount is 6%. كيف حسبه؟ حسبه انه اخذ 300 ضرب 2% فطلع معه $6. هلا خلينا نعمل set discount هنا مكان ما هي طالعة عندي. اوكي، اعمل لي set discount. لازم احدد طبعا على اي حساب لازم تسجل هاي الديسكاونت.
هلا الحساب عندي مش معرف، فانا بدي اعرفه. طبعا الديسكاونت مزبوط 2%، انا 2% ضرب 300 بيطلع عندي 6 دنانير، فانا ما راح اعدل عليه. لو بدي اعدل عليه كان بامكاني اعدل عليه. الحساب اللي احنا بدنا نسجل عليه اللي هو حساب الميرشندايز ديسكاونت، لاني انا فعليا مشتري جلوفز من هدول الشركه، يعني انا مشتري بضاعه، بما اني دفعت بكير راح اخذ خصم، فراح اسجلهم على حساب الميرشندايز ديسكاونت. هلا هذا الحساب مو معرف، فاحنا بدنا نعرفه. كيف بعرف الحساب؟ بس اعمل كليك على ديسكاونت اكاونت، طلع لي فوق، يعني ما في داعي اروح على تشارت اوف اكاونت واعرف الحساب، مو انا فاتحه هاي الشاشه بقدر اعرف. اعمل لي اد نيو. في حدا مش متبع معي؟ في حدا مش ملحق؟ اوكي، اعمل لي اد نيو. رقم الحساب رح يكون 5200، الاكاونت نيم merchandise discount، هو سب اكاونت من حساب الكوست اوف جود سولد اللي هو رقمه 5000. سوري، فوق ما غيرناش التايب، حطوا لي التايب كوست اوف جود سولد، اوكي، عشان هيك مش عم يطلع معي الا حسابات الانكم. ميك شور انكم تغيروا الحساب كوست اوف جود سولد، اوكي، بيطلع عندي كوست اوف جود سولد، اوكي. فبس مطلوب منك تعرف الحساب التايب كوست اوف جود سولد، لانه راح يصير ينخصم من قيمه البضاعه اللي انا بشتريها، فراح يكون سب اكاونت من الكوست اوف جود سولد، لكن هو راح يخفض لي الكوست اوف جود سولد، زي كانه كونترا اكاونت للكوست اوف جود سولد، اوكي. فكوست اوف جود سولد السب اكاونت، اسم الحساب ميرشندايز ديسكاونت، رقم الحساب 5200، اف اوكي سيف اند كلوز. برجع على هاي الشاشه، كل الحساب موجود عندي، اف اوكي اعمل لي دن. اوكي، لاحظ كيف القيمه اللي ديو مني صارت عشان ادفعها 294. بليز ما حدا يسيب، لاني بدي ادفع اكثر من فاتوره، اوكي. صارت القيمه اللي ديو عندي 294 دولار. ليه؟ لاني دفعت within the discount period، فاخذت خصم 6 دولار، اوكي. واضحه اول وحده؟ في حدا عنده سؤال كيف انه انا عملت الديسكاونت؟ ما بده إشي، بس مجرد انه الديسكاونت تتاكد انه suggested هو المظبوط، وتحدد شو الحساب اللي راح يتسجل عليه الديسكاونت، اوكي. هلا غير الفاتوره اللي احنا بدنا ندفعها لشركه كلوز كوربوريشن، في عندي فاتوره لسنو ستاف، اعمل لي عليها كليك كمان، بدي ادفعها. لاحظ هلا الحكي اختلف عندي تحت، لاني انا عامل كليك على سنو ستاف، اوكي. هلا سنو ستاف برضو انا باني راح ادفع within the discount، انا قاعده بستحق ديسكاونت 7.4، بس في كمان مرتجع. الفرق هون كمان انه انا كمان عندي مرتجع. كيف عرفت انه عندي مرتجع؟ هاي في عندي كريدت افيلبل بقيمه 50 دولار، في عندي كريدت افيلبل بقيمه 50 دولار. فلما يكون في عندي مرتجع لفاتورة أنا بدي أدفعها، أول إشي بعمله إنه to use this credit، to use this credit. عشان هيك وإنت عامل كليك طبعاً على شركة سنو ستاف اللي أنا بدي أعملها الكريدت، أوكي، بروح على ست كريدت، أوكي، بتأكد إنه يس هذا الكريدت اللي قيمته 50 دولار، إذا أموري أوكي معمول التك مظبوط بعمل له دن، بعمل له دن، اوكي. لا سوري، استنوا، ما تعملوا دن، بدي احدد الديسكاونت بنفس الشاشه. هلا لو عملت دن فعليا، لو عملت دن بروح على ست ديسكاونت، بترجع بتفتح لي الشاشه اللي انا بدي اياها. اتس نوت ا بيج ديل يعني، بس كان بامكاني اسجلهم من نفس الشاشه، اوكي. يعني برجع بعيد، انا كنت فاتحه على ست ديسكاونت، اذا بدي بروح بعمل بعدين الديسكاونت، اوكي، بتاكد انه هاي متكوكه صح، وبروح على الديسكاونت. لو انا عملت دن برد بفوت على شاشه الديسكاونت من هون، اوكي. هلا شو الفكره تبعيتي؟ بدي اتاكد انه الديسكاونت اللي معطى لي
صحيح ولا مش صحيح، صحيح ولا مش صحيح. هلا أنا قيمة الفاتورة عندي فعليا قيمتها 370، بس هي بعدين أنا ماخذ خصم، سوري، عامل مرتجع بقيمة $50، فالأماونت ديو إلي 320. هلأ زي ما أنت ما بتعطي خصم للكاستمر على البضاعة المرتجعة، نفس الشيء الفندر مش رح يعطيك خصم على بضاعة أنت مرجعها. هلأ الكويك بوكس بيكون معطيك 7.4 اللي هي على توتال الفاتورة 370، فأنت you should correct this، يعني أنا لازم أخذ الخصم فقط على 320 لأنه $50 أنا رجعتهم. عشان هيك شو بعمل؟ بدي أشطب هاي 7.4 زي ما تعلمنا. هلأ أنت بتحسبها على جنب، بتحسبها هون زي ما بدك. هلأ أنا عندي قيمة الفاتورة 370، طبعا أنت سهل تطرحهم لحالك لكن أنا رح أمشي عادي. هاي ضرب ماينس 50 اللي هي 320، هاي 320 هي اللي بضربها في 0.02 ليطلع معي الخصم 6.4. أوكي، صار الحساب هذا مسيف عندي اللي هو merchandise discount. إذا مش already مسيف عندك اختاره وعمل لي done، عمل لي done. لاحظ هلأ شو صار مطلوب مني بهاي الفاتورة، مطلوب مني أدفع لهاي الفاتورة 313، $50 مرتجع وخصم بقيمة 6.4. أوكي، في حدا مش متبع معي يا شباب؟ هلأ شو صار توتال الفواتير اللي أنا بدي أدفعهم؟ 607.6، 294 لشركة كلود كوربوريشن و313 لشركة سنو ستاف. أوكي، هلأ خليني أتأكد من البيمنت انفورميشن. خلاص أنا هون خلصت شغلي فوق، أموري تمام، عملت الديسكاونت وعملت الكريدت وإلى آخره. خليني أتأكد من معلومات الدفع. بدي ياني أدفع ب 25/1 بواسطة تشيك، اوكي، من حساب التشيكينج اكاونت اللي رقمه 1100. وباي ذا واي يا شباب، اذا انا ما بدي ادفع من خلال الشيك، افرض بدي ادفع من خلال الكريدت كارد تبعيت الشركه، اي كود تشوز ات، اوكي، بس هو هلا بده يعني ادفع من خلال التشيك بما اني اتاكدت معلوماتي صح، التاريخ صح. اوكي، اعمل لي باي سيلكتد بيلز. اوكي، طبعا بعدين بحكي لك اذا انت بدك تطبع الشيكات، اذا بدك تطبعهم يس تعمل برنت تشيكس الى اخره، لكن انا رح اعمل دن، رح اعمل دن. اوكي، حدا عنده سؤال يا شباب؟ زي ما حكيت لكم الفواتير ممكن انت تدفعهم باستخدام الكريدت كارد زي ما قلت لك من تحت، بدل ما هو تشيك كان امكانك تختار الكريدت كارد. اوكي، هلا الفواتير كلها لندفعت، بس خليني اورجيك شغله. هاي لو انا بدي ارجع على الفاتوره تبعيت مش هذا كلود كوربوريشن، لاحظ كيف صار حاط لي ماركت انها بيد لاني انا دفعتها. اوكي، حتى لو في عندي خصم بس خلص اتس بيد ان فول. اوكي، فخلص بسجل لي انها بيد. اوكي، طيب حدا عنده سؤال على اللي اخذناه اليوم؟ This week احنا رح ننهي chapter 6 ان شاء الله، احنا already قطعنا فيه جزء كبير، يعني بنخلصه ان شاء الله المحاضرة الجاي، وبنكون فعليا انهينا اهم اشي بالمادة. next week رح يكون practice على الاكسل، ممكن حتى ما نصير نعمله بوقت المحاضرة، ممكن انا انزل لكم اياه على e-learning وتصيروا انتو to do it at your convenience. فإحنا فعلياً هذا الأسبوع بنكون ختمنا الإشي المهم بالمادة، بتكون أمورنا كلها تمام. الأسبوع الجاي راح يكون براكتس على الإكسل إن شاء الله، ومش شرط يكون محاضرة محددة. We'll do it at your convenience. I will let you know the details later on شو موضوع الإكسل. خلينا بس أهم شيء نخلص chapter 6 هذا الأسبوع، كون خلصنا الإشي المهم بالمادة. إذا ما عندكم أسئلة we could end the meeting، إذا عندكم أسئلة فيكم تسألوني. يعطيكم ألف عافية دكتورة. تفضل. يعطيك العافية أول شيء. لا عافيك يا رب. الدكتورة بدي أسأل على توزيع العلامات. أنا حكيت لكم المحاضرة الماضية ما كنت أنا، معلش. لا مش عن المحاضرة الماضية، لا إحنا من قبل متفقين من وقت الكويز، لأنه كتير سألوني عن علامة الكويز.
انا حكيت لكم هلا الكويز يا 20 يا 30 حسب ايمتى احنا رح نرجع للسكول. صح 99.9% احنا مش راجعين قبل 1/5 فما رح يكون في ميد تيرم، بس انا مش قادره افتي واحكي لانه لسه 1/5 ما اجى وما بعرف شو ممكن يصير بين ليله وضحاها. هلا احنا بما انه السيناريو الاقوى اللي احنا راجعين للسكول بعد 1/5 فاحنا حسب تعليمات الجامعه راح يكون 30 علامه على الاونلاين وورك و70 علامه على امتحان الفاينل. امتحان الفاينل انا لحد هلا ما حددت راح يكون كله نظري ولا جزء نظري وجزء عملي. موست لايكلي موست لايكلي هلا انتم عارفين امتحان الفاينل 70 موست لايكلي اذا ضبط راح اعمل لكم امتحان الفاينل جزء مش زي ما كانت السيناريو قبل لانه هو كان عليه 40 علامه كنت انا على اساس كله نظري. هلا بما انه عليه 70 علامه اذا ضبط وقدرنا انا ما بدي تو بروميس اني ثينج ناو اذا ضبط وقدرنا راح اعمل الامتحان تو سيشنز ورا بعض بنفس اللاب بعطيك ورقه بتحل وبعدين بعطيك عملي بعدين بعطيك عملي يعني ما راح اعطيك ال 70 علامه نظري اي ويل نوت دو ذات راح اعطيك براكتس يعني على الكويك بوكس او الاكسل او شو حسب شو احنا وضعنا ممكن نعمل امتحان بس بشابتر 4 و 5 و 6 اللي احنا ما عملنا فيهم الكويز واعطيك مثلا 40 علامه عملي و 30 علامه نظري او العكس فما راح اخلي 70 علامه نظري على الفاينل دونت وري لكن الفاينل من 70 لكن انا ممكن اقسمه قسمين جزء نظري وجزء عملي بنفس اليوم يعني تمام دكتوره اذا ما زبطت انه الفاينل تقسمي 70 بنقدر حتى دكتوره انه تعمليها 50 50 يعني الفاينل ما انا عارفه بس انا مو حابه اعمل 50 علامه على شغل انتم بتشتغلوه بالبيت وبتحلوه مع بعض انا this is my problem يعني ما بدي انه ناس تاخذ علامات بس عشان مثلا واحد اعطى لعلي يحل له الكويز فعلي حل له الكويز او علي ضل فاتح معه خط ساعده بحل الكويز وتبر يعني فانا ما بدي يعني ظلم لعلي بيكون فعشان هيك انا ما بدي احط 50 علامه على الاونلاين وورك ما بدي انه يعني بدي تكون الفاينل من 70 لانه انتوا الفاينل رح تحلوا قدامي باللاب فانا بضمن انه هذا شغلك مش شغل حدا تاني فبس هاي هي الفكره لانه انا قد ما اقدر ادقق قد ما اقدر ادقق انا اي كانت كنترول انه انت طول فتره الكويز تفتح خط مع حدا وتحل الكويز صح انا اي كانت كنترول ذات فانا ما بدي انه يصير العلامات يعني نسبه الانتجريتي تبعيتها قليله يعني تمام دكتور رئيس تمام اهلا يا علي حدا عنده سؤال دكتور انا عندي سؤال تفضل دكتور هلا بدي اسال بفرق لو كان الشغل على من بروفيت كومباني او نون بروفيت كومباني ولا لا هلا بتفرق اصلا انت لما تيجي تختار الشركه تبعيتك في عندك من ضمن الخيارات انها تكون نون بروفيت اورجانيزيشن عشان انه السيتنج تبعها بيختلف يعني طريقة الحسابات رح يكون في حسابات بالنون بروفيت اورجانيزيشن مش موجودة بالحسابات الربحية والعكس صحيح في certain things يعني من donation واشياء رح تكون customized للنون بروفيت اورجانيزيشن فاصلا انت لما تيجي تختار نوع شركتك لازم من البداية تختارها نون بروفيت اورجانيزيشن بتسهل عليك الشغل اوكي يعني لما تعمل سيت اب للشركة تبعيتك تمام اوكي يعطيك العافية دكتور الله يعافيك يا رب في حد ضل عنده سؤال يعطيكم العافية يعطيك العافية دكتورة الله يعافيك يا رب